مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صوتك مستقبلك. هل تغيرت العلاقة بين المترشح والناخب في انتخابات 2016؟ وهل انتقلت من تبادل المصالح الآنية إلى علاقة مفهومة لدور النائب الحقيقي المبين في الدستور؟ وإلى أي مدى يساهم الخطاب الانتخابي للقوائم المترشحة في إنهاء الصورة النمطية للنائب الخدمي الذي يقع بين ضغط المواطنين وحرمان الحكومات؟ واليوم نستضيف قوائم انتخابية من دائرة بدو الوسط في هذه الدائرة التي يحصر مواطنيها في الترشح والانتخاب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الأستاذ غازي أبو جنيب الفايز من قائمة التغيير. شكراً. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا فيك. شكرا. والأستاذ غازي والأستاذ صايل الجبور من قائمة الوفاء، أهلا وسهلا بك يا أستاذ صايل. أهلا فيك، يعطيك العافية. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. قبل أن نبدأ الحوار في المحور الأول حول تشكيل القوائم، عفوا حول البرامج الانتخابية لكم مشاهدينا، نشاهد هذا التقرير ونعود للضيوف. تقع شرقي الأردن ما بين الباديتين الشمالية والجنوبية. تقسم البادية الوسطى إداريا إلى لواءين، لواء الجيزة ولواء الموجر، كما تمتد على مساحة تبلغ حوالي 10,000 كيلومترا مربعا. تزخر البادية الوسطى بالعديد من المواقع الأثرية والصروح التاريخية، ومن أهمها القصور الأموية وقلعة الأزرق ومحميات الحياة البرية، بالإضافة إلى توافر المياه الجوفية وانتشار الآبار الارتوازية المستغلة في الزراعة المروية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الحلقة التي تخص بدو الوسط. هذه الحلقة التي نتحدث فيها اليوم عن قوائم من دائرة بدو الوسط. أستاذ غازي، برنامجكم في قائمة التغيير، ما هو الذي تقدموه للمواطنين؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسهلا. إذا سمحت لي بس أو جاز لي التعبير أن أصحح ما ورد في بداية هذا التقرير. نعم. أنه بادية الوسط هي في لواءي الموقر والجيزة. حقيقة بادية الوسط ممتد. أو خليني أحكي، دائرة بادية الوسط الانتخابية هي نعم. في كل أجزاء المملكة الأردنية الهاشمية، لكن تواجد أبناء بدو الوسط موجودين في لواء الجيزة ولواء الموقر. نعم. وقضاء الرجم الشامي وقضاء أم الرصاص، وأيضا في منطقة الحلبات محافظة الزرقاء. نعم. ومنطقة المفرق في سبع قرى. صحيح. الباعج والنهضة وثغرة يعني الجب، وأيضا جغرافيا موجودة. جغرافيا نعم. نعم. جغرافيا وهناك تواجد لقرى للبادية الوسطى في محافظة إربد والأغوار. نعم. يعني أنتم ممتدين ما شاء الله، ممتدين على كل المملكة وليس محصورين في نعم. في لواءين. نعم. نتمنى أن تكون محصورة في لواءين، وأن نعم. يبقى أبناء بني صخر في باقي المحافظات لهم الحرية كما باقي الأردنيين نعم. في الترشح والانتخاب. يعني إحنا نريد التنويه للمشاهدين نعم. أن بدو الوسط لا يستطيعون الترشح والانتخاب إلا في دائرة مغلقة. نعم. دائرة مغلقة اسمها بدو الوسط. بدو الوسط نعم. نعم. نحن نتمنى أن يكون الدائرة مفتوحة لجميع أبناء الأردن. نعم. كون أبناء الوسط مثلهم مثل باقي الأردنيين. نحن على جواب على سؤالك، نحن في قائمة التغيير. نعم. حقيقة اختيارنا لهذه الكلمة دائما هو يسعى الإنسان ويطمح أن يتغير نحو الأفضل. نعم. لأنه التغيير هي سنة الحياة. لا يستطيع النائب أو القوائم في ظل النهج السياسي السائد أن يضع برنامج إلى القائمة أو برنامج المرشح، لأنه هو غير مسؤول عن تنفيذ هذا البرنامج. من يتحمل تنفيذ البرامج هي الحكومات. لو كان هناك في حزبين تتداول السلطة بين حزبين سياسيين كبيرين، كل حزب يضع برنامج ويلتزم في تنفيذه إذا وصل إلى سدة الحكم. لكن لا يوجد طرح واضح. لكن لدينا بيان انتخابي، ولدينا رؤية، ولدينا خطة عمل سنتعامل مع الحكومات. أستاذ غازي، حدثنا عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج أو لهذا البيان الانتخابي كما تحب أن تسميه. المواطن الأردني حقيقة نتيجة لتراكمات تاريخية في أداء النواب يعتقد أن النائب هو للخدمات فقط.
صحيح. يعني أنا بدي نائب يعين ابني، ينقل ابني يجيب لي الخدمة الفلانية، يعني يتابع قضاياي، وهي جزء من مسؤولية النائب. لكن مسؤولية النائب الحقيقية والدستورية وصلاحياته بموجب الدستور هي التشريع والرقابة. في البرنامج توضح هذه الأمور أستاذ غازي. نعم هذه طبعا احنا ذكرناها في برنامجنا أو ذكرناها في خطة عملنا أو في بيان الانتخابي. مناطقنا، خليني أتحدث مناطق على مستوى مناطق البادية، هي جزء من المملكة الأردنية، وفي الكثير من الإخفاقات في أداء الحكومات لهذه المنطقة، وأيضا إخفاقات في جميع مناحي الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية، نتيجة لضعف البرلمان سابقا، ونتيجة لخليني أقول الفساد اللي استشرى في حقبة من الزمن. فهذه أثرت على المواطن الأردني وعلى الشعب الأردني، وأثرت أيضا حتى على الخدمات. نوعية التأثير، ما المقصود بالتأثير؟ التأثير السلبي على حياة الإنسان، من حيث عدم تكافؤ الفرص، عدم تحقيق العدالة. يعني إذا ما تحققت العدالة في المجتمع وما تحققت تكافؤ الفرص بين الناس حتى في عملية التنمية وتوزيع مكاسب التنمية، أعتقد هناك يصير خلل في المجتمع. طيب أوصلنا هذا الخلل إلى الفقر والبطالة والوضع اللي إحنا فيه الآن في الأردن. أستاذ غازي، كم مرشح معك في القائمة؟ في القائمة إحنا 4 مرشحين. هو بالقانون أقل من 3 لا يجوز، وأكثر من 4 لا يجوز. أنا أحكي في دائرة بدل الوسط. هل متفقين على البيان الانتخابي أم يعني مجمعين على البيان الانتخابي أم مرشح يتحدث باللغة التي يراها مناسبة؟ لا لا، إحنا حقيقة في قائمة التغيير متفقين أصلا على تركيبة القائمة وعلى تشكيلة القائمة، وأيضا متفقين على برنامجها وسياستها وسير عملنا مستقبلا. ولدينا النية الصادقة حقيقة إذا كان لنا فرصة بالوصول إلى قبة البرلمان. طبعا لا يمكن أنه يفوز الأربع مرشحين أو المجموعة كاملة، فأي واحد يصل هو يمثل القائمة في تحت قبة البرلمان، وإن شاء الله أن يقدم أو ينفذ هذه الخطة، خطة أو بيان الانتخابي وما ورد هذا فيه. ما أتمنى. نعم، خلينا نشوف بعد أنك راح أرجع تفضل نشوف الأستاذ صايل، ما عندكم في كتلة الوفاء وكيف تستطيع أن تنشروا هذا البرنامج وتعملوا تجانس في المتطلبات وبنوده، خصوصا أن بدو الوسط منتشرين في كل المملكة. يعني المهمة كبيرة على قوائمكم وتكون مختلفة، قد تكون مختلفة عن جميع القوائم. ما هو البرنامج الانتخابي وكيف تطرحه على الناخبين المنتشرين في كل الأردن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا بتوجه بالشكر الجزيل لمقدم البرنامج الأستاذ محمد زيود، ولقناة الأردن اليوم، لكل العاملين بالقناة على إتاحة الفرصة لمرشحي دائرة بدل الوسط. أنا بعرف أنه أنتم كنتوا حابين نكون أكثر من أنا وأبو مشهور، لكن زملائنا عندهم ظروف انتخابية، من تعرف الآن جولات. أنا بشكر حقيقة هذه القناة، وإن شاء الله أنه نكون عند حسن ظن ناخبينا من حيث طرح برنامجنا الانتخابي، وأيضا إذا ما تم الوصول إلى قبة البرلمان أن نكون عند حسن ظن جميع ناخبينا من دائرة بدو الوسط. إحنا قائمة الوفاء، نحب أعرف على أعضاء قائمة الوفاء. تضم قائمة الوفاء الباشا محاسن شرعة من منطقة الباعج من المفرق، العقيد المتقاعد سالم العيف الخضير من رجم الشامي، والسيدة نجاح السبيلة من منطقة مغاير مهنة من لواء المقر، وأنا صايد ضيف الله جبور من الجبور من منطقة الفيصلية. الحقيقة قائمة الوفاء ارتئينا أنه نسمي هذه القائمة بقائمة الوفاء حتى نكون أوفياء عند ناخبينا، وإن شاء الله أن نكون الوفاء من طبع أعضاء هذه القائمة. برنامجنا الانتخابي لا يختلف كثيرا عن برامج معظم المرشحين في المملكة الأردنية الهاشمية. لماذا لا يختلف أستاذ صايل؟ يعني لا يوجد خصوصية لكل منطقة وكل دائرة انتخابية؟ يا سيدي التعليم بالأردن هو التعليم، والصحة بالأردن هي الصحة، والخدمات هي الخدمات، والناخب يبحث عن خدمات ويبحث عن خدمة ويبحث عن مصالح شخصية ومصالح عامة. أيضا دورنا إحنا كلنا متفقين إنه النائب هو نائب تشريع وهو رقابي. النائب يستطيع أن يراقب عمل الحكومة،
ويستطيع أن يحتج على أداء أي فرد من أفراد الحكومة سواء كان وزير بطرح الثقة بهذه الحكومة. كيف توصل هذا الخطاب إلى جميع الناخبين لبدو الوسط في المملكة؟ يعني يوجد في المفرق كما ذكر الأستاذ غازي، وفي إربد، وفي الحلابات، الضليل، جهة الضليل، وعندكم المؤقر والجيزة. يا سيدي هي عبارة عن جولات. يمكن أكثر ناس يجوب المملكة هم مرشحين دائرة بدل الوسط. ولا أريد أن أعيد ما تفضل به أخونا أبو مشهور بالمنطقة الجغرافية الواسعة لمنطقة بدو الوسط. جولاتنا هي تمتد يعني حقيقة من الدامخي حتى منطقة العشا بإربد والأغوار ومنطقة الأزرق. فهذه جولات واجتماعات يستطيع المرشح أن يلتقي بمعظم ناخبي ويطرح عليهم برنامجه الانتخابي. لكن أود أن أعود على بعض ما ذكرت. البرنامج الانتخابي من الظلم حقيقة أن لا نعترف سواء إحنا كأبناء بادية أو بالمملكة الأردنية الهاشمية بأنه الخدمات سيئة. هذا ظلم يعني صحيح. حقيقة نظلم فيه يوجد الدولة نقص الخدمات في جميع مناطق المملكة. نبحث عن التحسين يعني من حق أي شخص حقيقة أن يحسن من خدمة معينة. يعني أنا راح أذكر مثال واحد. إحنا في منطقة الفيصلية قبل يومين كان عندنا اعتصام على باب المدرسة لأنه المدرسة من الستينات كبنة وأكبر تجمع سكاني هي منطقة الفيصلية وتضم فيها 4 عشائر من 7 من الجبور، والمدرسة بحاجة إلى إزالة وتم يعني أكثر من مرة. يعني كأنك تقول أن النائب أو المرشح مضطر أن يتطرق للخدمات بالتأكيد أكثر من التشريع والرقابة في الخطاب الانتخابي. لا 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 لا، أنا دور النائب هو الدور الحقيقي له هو التشريع والرقابة. لكن هذا لا يعني أن يكون النائب أو يقوم النائب على خدمة أبناء منطقته، وخصوصا إذا كان هناك في تقصير من الحكومة. والحقيقة أنا ضربت لك مثال وأنهينا هذا الاعتصام بطريقة سلمية وصحيحة. وطلبنا من معالي وزير التربية والتعليم أن يكون هناك في جولة أو في يقوم بزيارة هذه المدرسة ويطلع على الواقع الموجود هناك. إحنا كمرشحين في هذه القائمة اتفقنا على أن يكون من ينجح في قائمة الوفاء أن يكون ممثل لهذه القائمة وأن يكون ممثل لبدو الوسط كافة. من انتخبنا نحن معه، ومن لم ينتخبنا أيضا نحن سنكون ممثلين له. أستاذ غازي، هل هناك اتفاق على لغة الخطاب مع الناس؟ يعني هل أنتم متفقين في هذه القائمة أن تتحدثوا بنفس لغة البرنامج، أم أن كل شخص فعلا يجتهد بحسب عشيرته أو منطقته ويطرح هذا البرنامج؟ سيدي، هي حكما احنا مضطرين انه نتحدث بنفس التوجه او بنفس الاتجاه. مش مجبرين يعني لان كل نفس الدائره. لا غير نفس الدائره، لانه نفس الظروف في كل المنطقه. ونحن نعي نفس المشاكل اللي بالمنطقه وواعيينها ومدركينها وعايشين نفس الاجواء. فلذلك خطابنا راح يكون هو خطاب واحد منسجم وخطاب مشترك، خليني احكي بين لكن الناخب يطلب برنامج انتخابي لكم. الناخب خليني اتحدث على الخدمات. خليني اتحدث عن الناخب في دائره بدو الوسط. الناخب في دائره بدو الوسط وصل لمرحله عاليه من الثقافه والوعي بدور النائب تحت القبة. يدرك أن دور النائب هو دور رقابي وتشريعي مثل ما حكينا قبل شوي، لكن هو بحاجة إلى خدمات، بحاجة أنه تلبي رغباته وأنه يرتفع بمستوى المعيشة هو كإنسان. صحيح. لكن وصل لقناعة معينة وقناعة أكيدة أنه النائب الضعيف تشريعيا ورقابيا في مجلس النواب لن يؤدي دوره في تقديم الخدمة ومتابعة قضايا المواطنين. إن لم يكن النائب خليني أسميه شرس في الدفاع في الرقابة، ويكون حريص على الرقابة، ويكون مدرك للتشريعات اللي تسن في المجلس، إذا كان قوي أكيد راح يكون أداؤه إيجابي في تحقيق مطالب يعني المواطنين. هناك علاقة طردية بين الأداء الجيد وبين حصول الخدمات أو تحصيل الخدمات. يعني أنا على ثقة، وأنا مجرب، يعني أنا ما بحكي كلام جبته من قرأته قراءة، أنا مجرب. النائب القوي إذا وصل لا للمسؤول وطلب منه 5 طلبات في آن واحد، الوزير إن كان طبعا
ما بدي أقول كل وزراء على خطأ، لكن وزارات لابد ما فيها تقصير في جانب من الجوانب، ونعم والوزير هو يتحمل يتحمل أي خطأ في وزارته، فلابد أن يكون هناك خطأ عند الوزير. فإذا كان النائب مدرك كيف يتعامل مع الوزير، إن طلب 5 طلبات الوزير يلبي له 4 ويعتذر له من 5 يقول والله استنى علي شهر شهرين، لكن النائب النائم اللي غافل عن الوطن وغافل عن الدائرة وغافل عن كل شيء، أعتقد لو طلب واحد الوزير يعتذر منه ويقول روح كمل نومتك بالمجلس. يعني قوة النائب من قوة أدائه تحت القبة. نواصل بعد الفاصل مشاهدينا الحوار مع ضيوفنا، كونوا معنا. مهند محمد الياسمين الأردن اليوم. حمز سفيان ضاحية من حسن الأردن اليوم. أشرف علي صوفية الأردن اليوم. محمد قاسم ضاحية الأمير حسن الأردن اليوم. قصي أحمد مأدبة الأردن اليوم. هاني إسماعيل ضاحية الأمير حسن الأردن اليوم. وصفي جمال عمان الأردن اليوم. إيهاب خضر تلال علي الأردن اليوم. نادر الدويري صوفية الأردن اليوم. إبراهيم عايد الجاردنز الأردن اليوم. أبو حسام المشيرفة الأردن اليوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا لمواصلة الحوار مع قوائم مترشحة عن دائرة بدو الوسط. نعم ضيوفنا الكرام، بداية قبل بدء المحور نشاهد هذا التقرير ونعود لكم للحوار. البادية الوسطى، الدائرة الانتخابية، عدد الناخبين 51,032، أما عدد القوائم 11 قائمة، عدد المرشحين 46 مرشحا، كما يبلغ عدد المقاعد 3 مقاعد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا لمواصلة الحوار مع الضيوف الكرام في الاستوديو. أستاذ غازي، اليوم نتحدث عن القوائم في قانون جديد، هل واجهتم مشاكل في تشكيل قائمتكم وكم استغرق الوقت لأن وصلتم إلى قائمة التغيير؟ حتى لا يسجل علينا أنه يمر التقرير لأنه لابد ما في بعض الأخطاء، أرقام أولية، أرقام أولية حتى لا يسجل علينا أنه إحنا مرشحين غافلين عما يجري. في أخطاء بسيطة في الرقم، حوالي 56,000 اللي هم عدد جزء مع الشباب. نعم في جداول الناخبين. لا هو الرقم صحيح 51، لكن بعدين أعادت دائرة الأحوال المدنية في عدد صحيح. كان في خطأ بالكمبيوتر. بالنسبة لدوائر البدو كان هناك تغيير. المقاعد 12 مقعد، 12 قائمة، المقاعد 3 مقاعد وواحد الكوتا 4. مقعد الكوتا لا يحسب يعني بالقواعد. نعم هي الرئيسية، هي للتوضيح، المقاعد الرئيسية. نعم للتوضيح، حتى ما يقول والله جماعتنا انه والله غازي وصايل كانوا برنامج ومش عارفين شو اللي يجري. أستاذ غازي، أنت رجعتني لموضوع القوائم وتشكيل القوائم. أنا سميتها، خليني أحكي بمنتهى الصراحة. نعم بصراحة طبعا. نعم إنه تبنى برج ولا تشكل قائمة، وهذا من مساوئ القانون. إلى هذه الدرجة؟ نعم كان هناك تبنى صعوبات. تبنى طبعا كانت في صعوبة، وشاركني زميلي الأستاذ صايل إنه صعوبة إنك تجد من ينسجم معك أولا في القائمة. نعم. من يكون يسير بنفس المفهوم وبنفس الطرح. هذه واحدة من الصعوبات. ثانيا في نوع من الحساسية بين بعض المرشحين. نعم. كل مرشح يسعى أن يكون هو الأول في قائمته. يعني كل واحد بده يصير رأس؟ هي مش قصة رأس، هي القانون السابق بال2013 كان مبين الرأس هو رقم 1. نعم. يعني اللي حط حاله 1 وال27 اللي وراه عارفين إحنا جايين. صحيح. وللعلم يعني مصطلح جديد طلع في الأردن، مصطلح الحشوة أو التكملة. نعم. أو كذا. صحيح. هذا مصطلح خاطئ 100%. لكن موجود أستاذ غازي، هل هو موجود هذا المصطلح؟ خليني أحكي لك. هو مش قصة حشوة، هو فريق متكامل، لأنه لو ما كنا فريق 4 لما استطاعت القائمة أن تنجح، فكل واحد له دور في إنجاح القائمة أولا. إن كان هناك انسجام بين نجاح من أي نوع أستاذ غازي؟ نجاح القائمة نجاح كنجاح في الانتخابات أم نجاح أنها تسجل في الهيئة المستقلة؟ لا لا لا، نجاح أن تنجح في الانتخابات. وعند وصولها الانتخابات أن تستمر في أدائها. لا أن تقف عند التسجيل فقط. إذا وصلنا العملية لمرحلة أنه فكر
المجموعة في القائمة. نعم. أنه والله بس بدنا نكمل العدد للوصول إلى التسجيل، فهذه الحشوات اللي نقدر نسميها. نعم. نتكلم عن هذا الموضوع، لكن إحنا نحكي عن القائمة من تأسيسها، وأعتقد أنه قائمة زميلي الأستاذ صايل. نعم. هي تسير بنفس المفهوم أنه. نعم. إحنا قائمة وسنبقى قائمة إلى ما بعد الانتخابات. إن يعني كان هناك عهد بينكم. نعم. أن تبقوا. نعم. على يد واحدة بعد عليه. الانتخابات. نعم. ومتفق عليه أن نبقى ما بعد الانتخابات. نعم. إن فزنا بالانتخابات أو خسرته أو إن فزنا حاولنا أن ننفذ ما خططنا إليه، وإن لم يحالفنا الحظ. نعم. فسنبقى يعني متآلفين متحالفين ندافع عن حقوق الناس. غازي، كم استغرق معك الوقت حتى وجدت من ينسجم معك بالفكر والتوجه؟ أكثر من شهرين. أكثر من شهرين. نعم. لتشكيل القائمة. نعم. نعم. لأنه. نعم. عملية علما بأنه كثير من الاتصالات والتشاورات والمشاورات. نعم. بين المرشحين، لكن بعض مرات توصل لطريق مسدود بعملية التفاهمات. نعم. وهذا. نعم. وضع طبيعي يحصل في كل مناطق. شوف وضع قائمة الوفاء، هل تشكلت في غضون شهرين ولا أكثر أم أقل؟ كيف كان معكم الوضع يا سيدي؟ صايل، بالنسبة للتشكيل يعني أنت لا تستطيع أن تحكم بوقت أو أنك تقول. نعم. والله تشكلت بوقت. لا، مؤشر على صعوبة التشكيل. هي تضم يعني تعرف يعني أربعة داخل القائمة. نعم. فبالتالي لابد أن يكون تشاور، يعني مثلا. نعم. ممكن واحد يكون معك خلال أيام. نعم. ممكن واحد تصير فيه مشاورات طويلة. نعم. حتى ينضم للقائمة. لكن أعود يعني على ما تفضلت فيه قبل قليل وأقول بأنه الحقيقة القوائم زي ما ذكر أبو مشهور فيها صعوبة. نعم. للتشكيل، لكن بموضوع زيادة العدد أو ما سمي بالحشوات. نعم. إحنا خلينا نكون صريحين يعني مع بعض، فيه يوجد حشوات أو من قلل يعني على نفسه أن يكون يعني حشوة في يعني قوائم الدائرة يعني إحنا دائرة بدو الوسط. إحنا لا نسيء لكل مرشح، لكن نقول بأنه. نعم. لكن نقول لبعض المرشحين حقيقة يمكن. نعم. ما بيجيب 10 أصوات. لماذا قبل على نفسه هذا المرشح أن يكون في الانتخابات النيابية؟ هذا سؤال نقدر نوجهه للمرشح نفسه. يعني ألا يوجد معلومات؟ يعني إحنا ما بنقدر نحكي عن غيرنا، لكن. نعم. في مرشحين والكل يعلم ذلك بأنه. نعم. مرشحين ما عنده 10 أصوات، في مرشحين ما عنده 50 صوت. نعم. لكن انضم لقائمة. وبالتالي يعني السبب قد يكون المال ولا الشهرة؟ وبالتالي بصراحة المال أو الشهرة. يعني هل هناك من يدفع لهم لأن يكونوا حشوات؟ أخي محمد، هذا السؤال إحنا ما بنقدر نجاوب عن غيرنا، لكن. نعم. أعود وأقول بأنه أنا بالنسبة إلي يعني ولقائمة الوفاء. نعم. هذا القانون أتى لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع الأردني، وأنا. نعم. يعني الحقيقة أشكر الدولة الأردنية على هذا القانون لأنه أفاد بأنه. نعم. بعض شرائح المجتمع، وأنا قلتها في غير هذا المكان بأنه. نعم. هذا القانون لم يخدم أبناء الذوات ولم يخدم. نعم. أبناء النواب السابقين يعني ولا وسع الفرصة للأكثر. نعم. للترشح. صحيح. لهذه. صحيح. الانتخابات صحيح، لأنه القانون بيقول لك أنت الآن انضم مع قائمة أو مع. نعم. مجموعة أو مع عشيرة، وبالتالي تكتلوا، وبالتالي راح يكون في منكم نائب. هذول الناس. نعم. اللي ما كان لهم فرصة يوم من الأيام تحت القبة. نعم. ولذلك أنا أعتقد بأنه هذا القانون كان جاء وأنصف يعني هؤلاء الناس. تجد أن القوائم قائمتكم لم تعاني مشاكل كثيرة؟ أبدا. نعم. أبدا. هي القائمة التي لم تعاني والقائمة التي لم يعرف من هو زي ما تفضلت الرأس فيها. الرأس. نعم. نعم. أبدا. أبدا. قد يكون هناك بعض القوائم تعرف لها رأس في باقي الدوائر. نعم. لأنه قد يكون نائب سابق لدورات عديدة أو صاحب مال يجمع بعض المرشحين. أستاذ غازي، هو إذا عملية الروس تطلع على الشوارع وأنت ماشي عليها في طاعت تلاقي أطول واحد مبين بالصورة والباقي حاطينهم يعني أقل. نعم. منه، فمبين الروس. نعم. وين بتبين الروس في الدعم الانتخابي. نعم. أختلف مع أخوي الأستاذ صايل. نعم. في أنه القانون هذا يخدم المواطن الأردني. نعم. هذا أسوأ قانون يمر على المملكة الأردنية الهاشمية. هذا قانون. أسوأ قانون. نعم. لماذا؟ يعني خليني أحكي لك، لو رجعنا للقانون الصوت الواحد. نعم. أو قانون الدوائر الوهمية ألطف من القانون الحالي. ما السبب؟ هذا أنا أحكي لك، ما هو أنا في عندي سبب طبعاً أحكي لك إياه. السبب الأول، هذا القانون يجب أن هيئنا الشارع الأردني وهيئنا الشعب الأردني. نعم. للحياة الحزبية أولاً، لأنه. نعم. يجب أن يكون هذا القانون يطرح على أحزاب. نعم. وعلى تكتلات مش قوائم، ويعني خليني أقول يعني قواعد حزبية معروفة متماسكة. هذا ينسجم مع هيك حياة، لكن. نعم. في مجتمعنا العشائري تطرح قانون القائمة الحزبية قائمة النسبية أسف، هذا كان خطأ قاتل. أحكي لك شو أسبابه. نعم. السبب الأول أنك أنت طرحت أنك أنت شكلت ائتلاف بني على الاختلاف بالأصل. نعم.
يعني الأربعة، خلينا نحكي عن دائرة البدو الوسط، نعم، أو دوائر المملكة، الأربعة اللي يقولوا والله إحنا القائمة مؤتلفين، هم مختلفين لأنه كل واحد، نعم، يعني يشتغل ضد الآخر وينافس، يعني الآخر، يعني يوجد منافسة داخل القائمة، داخل الواحدة، القائمة، وهذا موجود، خلينا، نعم، يعني إذا ما اعترفنا فيه معناته إحنا نغطي الشمس بالأصبع. نعم، الموضوع الآخر والأخطر، نعم، هو ما ينتج عنه من هذا القانون بعد النتائج. نعم، يعني خليني أجيب مثل على أنا وصديقي لأنه نمون على بعض. نعم، الجبور مثلا، وصايل الجبور وغازي الفائز عملوا ائتلاف او قائمة. حقيقة لا انا شاورت الفائز ولا صايل شاور الجبور، خلنا نحكي بامانة. نعم، وهذا اللي السائد عند كل القوائم. نعم، بالنهاية الحشد الاعلامي خلال فترة الشهر او الشهرين، نعم، اقنعنا الناس ان والله انا جماعتي معي واخوي صايل جماعته معه. نعم، بعد النتائج واحد منا بده يغدر بالثاني لأنه اثنين كل واحد يقول لك أنا أعطيني وحجب عن الآخر. نعم، وهذه موجودة ما نقدر نغطيها. سيد غازي خلينا نسمع. لا خليني أكمل لك. نعم، يكمل أخوي صايل. بعد النتائج رح يجي أي واحد من الجمهور يقول لك والله يا عمي إحنا أعطينا 1000 صوت لكن الفائز أعطونا 500. نعم، حقيقة الفائز ما هم دارين عني ولا الجمهور دارين عن أخوي صايل. نعم، هون يصير عملية إنه بين العشائر، يعني العشيرة هذه باقت وهذه ما باقت، قد تسبب شرخ، لذلك هذا رح يأثر على نسيجنا الاجتماعي. نعم، ونسيجنا العشائري، وممكن يصير مشاكل بين العشائر. نعم، اللي كان مفروض بين المرشحين رح يحصل. نعم، أستاذ صايل. نعم، ما رأيك باللي تفضل فيه أستاذ غازي؟ والله أنا بدي هل سيحدث شرخ؟ أنا بدي خالف أبو صديقي وأخوي. نعم، أبو مجبور شوي شايف. يعني أنا بقول إنه إذا كنت أنت مرشح المفروض الآن، نعم، كونا احنا من قبيله واحده اللي هي بني صخر. نعم، انه احنا ندخل اي بيت يعني ونقنع ناخبنا بانه انا مرشح، وبالتالي انا استطيع ان اقنع يعني من كان معي بالقائمه. يعني مثلا انا معي شراء. نعم، انا حقيقي اخذت من شراء الان. نعم، في ناس معي وفي ناس مع الباشا. كيف ستعالجون في ناس كتله قائمه الوفاء هذه الاشكاليه؟ ومعي ناس من خضير، ومعي ناس واخواني نفس الشيء. نعم، بالقائمه. يعني إذا ابتعدنا عن العشائرية الضيقة إنه نعم، أنا من عشيرة الجبور وهذا من عشيرة الفائز وهذا من خضير وهذا من شراء. نعم، أكيد راح أقنع أنا ناخبيني. سؤالك تفضل. كيف ستتغلبون على مشكلة المنافسة الداخلية؟ يعني من معيقات التشكيل الآن معيقات النتائج. هذه مهمة. نعم، يا سيدي العزيز، المنافسة الداخلية هي حق مشروع لكل شخص. نعم، عرفت كيف؟ فإذا استطعت أنت كمرشح أن تقنع، نعم، أكبر قدر ممكن من ناخبينك سواء بـ 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 بالعشائر اللي معك، نعم، متحالفة داخل القائمة أو من خارج القائمة، فأنت راح تحصد، نعم، أكبر عدد من الأصوات، وبالتالي هذا موضوع يعني لديكم رحابة صدر لقبول النتائج بعد 29؟ أكيد إن شاء الله. أكيد سيدي. أنا هي مش قصة خلافة أو اتفاق، لكن اللي يطرحه الأستاذ صايل هو حلم أن تصل حلم حقيقة أن تصل القوائم إنه والله نرضى بالنتيجة. يعني قبل شوي يقول أنا معي من الشرعة ومعي من خضير. نعم، انت تحكي معك الان، لكن انا احكي عن نتائج الصناديق، ما سينتج من الصناديق. تقصد استاذ غازي يعني حتى المؤازرين قد لا يفهموا هذه المعادله؟ المؤازرين انا ما بحكي عن دائرتنا، انا احكي بشكل عام. لا نتحدث بشكل عام. نعم، اغلبيه الدوائر الانتخابيه راح يصير فيها خليني اقول شرخ بين شرخ بين المرشحين، بين المرشحين وموجوده. نعم، يجوز نسبه بسيطه اللي راح يكونوا منسجمين. نعم، أما الأغلبية راح يكونوا في خلاف، والآن موجود الخلاف. يعني ما بدي أقول ظاهر، هو ظاهريا يتكلمون أمام الناس أن والله إحنا القائمة كلها وصوت القائمة كلها، لكن في دقائق الأمور أو مش دقائق الأمور، في السر تجد الناس المؤيدين اللي يقول والله أعطيني وحجب على الباقيين. نعم، يعني خلينا ما يعلن ما يعلن هناك، لكن هذا الكلام ما أحكي عن قائمة الوفاء أو قائمة التغيير أو قائمة من قوائم دوائر بدو الوسط. أنا أحكي بشكل عام، وهذه لا حالة عامة، ويدركها المواطن الناخب والمرشح يدرك ما أقوله الآن. يعني أنا أتمنى أن حديث أخوي صايل نصل لمستوى أن والله إحنا نقتنع بالنتيجة نتيجة. نعم، والمواطن ينسجم مع طروحاتنا. نعم، كناخب نتمنى أن يكون أخي محمد بس تعقيب سريع بس بإجاز. إحنا أغفلنا موضوع أنه أغلب الناخبين، نعم، بمنطقة بدو الوسط حقيقي هم يعني إذا انتخبوا، نعم، هذه القائمة راح ينتخبوها كاملة. نعم، يعني في جزء كبير، نعم، من الناخبين، نعم، ما عنده فكرة أنه مين يعطي وعن مين يحجب. نعم، وبالتالي راح يعطي كامل القائمة. يعني هذه كمان نتمنى نقطة، ذلك النقطة هاي مهمة جدا، ونتمنى أن لا يكون شرخ بين المرشحين وبين مؤازريهم بعد نتائج 29. مشاهدينا بعد الفاصل نواصل الحوار حول أداء المجالس النيابية السابقة.
اسمي كثينة من عمان، الأردن اليوم. أنا اسمي همام القيسي، محافظة الكرك، الأردن اليوم. أنا اسمي فرحة محمد السيد، من عمان، الأردن اليوم. أنا اسمي آية زايد، من محافظة إربد، أردن اليوم. أنا اسمي حلاء، الأردن اليوم. أنا اسمي عباد الصعوب، من محافظة الكرك، الأردن اليوم. أنا اسمي نهلة محمد دباش، من دير غبار عمان، الأردن اليوم. أنا اسمي ريماس العرجة، من عمان، الأردن اليوم. أنا اسمي محمد المؤمني، محافظة عجلون، الأردن اليوم. أنا اسمي عريب الصباحي، من محافظة السلط، الأردن اليوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الجزء الثالث من حلقتنا لهذه الليلة. يعني اسمح لي أستاذ غازي، سنتحدث اليوم في هذا الجزئية عن أداء المجالس النيابية. المجلس النيابي منذ أن تعلن النتائج ويبدأ تنهال عليه النقد وأحيانا التجريح منذ اليوم الأول، ما سبب هذه الحالة الموجودة في الأردن، علما أن هناك خيارات للناخبين متعددة في كل انتخابات؟ يعني يستطيع الناخب ليس مجبرا أن يختار أشخاص معينين في صندوق الاقتراع، لماذا هذه الحالة في الأردن؟ سيدي، الحالة طبعا هي مش حالة، يعني مش حالة أنه المواطن صنعها أو الإرادة الشعبية صنعتها. نعم. إذا نلاحظ المجالس النيابية الثلاث، المجلس 17 والسادس عشر. نعم. والخامس عشر، هذه المجالس لم تأتي بإرادة شعبية. نعم، حتى 17؟ حتى 17 لم تأتي بإرادة شعبية، كانت على يد الهيئة المستقلة للانتخاب. يا سيدي، احنا ما بحكي أنا هيئة مستقلة ولا هيئة مش مستقلة. نعم. أنا أحكي المجلس الخامس عشر، جلالة الملك حل المجلس أنه هذا لا يمثل إرادة شعبي، وحتحدث فيها. نعم. جلالة الملك. والمجلس اللي بعده السادس عشر أيضا حل لأنه لم يمثل إرادة الشعب الأردني. نعم. أجل المجلس السابع عشر. نعم. ونتائجه يعني شفناها، على يعني لسه ما سينا، يعني قد وافق، يعني قد يكون هناك اتفاق على من بعض الناس على مجلس السادس عشر أو الخامس عشر تحديدا، لكن السابع عشر يعني أجري على يد الهيئة المستقلة مع كل الاحترام، وكانت هناك النزاهة والحديث، مع كل الاحترام للنزاهة، أنا بحكي لك واقع، بدي أحكي عن دائرة بدل الوسط حتى ما أعمم الحديث. نعم. دائرة بدل الوسط منذ عام 1928 المجلس التشريعي الأول. نعم. إلى 2003. نعم. وكانت الأرقام لنا تتجاوز 3000 صوت للفائز الأول. نعم. 3000 صوت، يعني كانت في هناك نسب زيادة، يعني أرقام معروفة منطقية، يعني 10% 20% تزيد. نعم. لكن أعلى رقم وصل هو ال 3000 رقم. نعم. للفائز الأول، الثاني. نعم. يجي 2005. نعم. بلشنا بال 2007 وال 2010 وال 2013 بلشت 7000 الأول، الثاني 6000، اللي بعده 5000. نعم. منين إجن؟ لماذا المواطنين في الدائرة البدو الوسط لم يستفسروا عن هذه الحالة؟ يعني أنتم استفسرنا. أنا يا سيدي، أنا قدمت طعن في. نعم. فترة من الفترات كان عدد الناخبين عدد المقترعين أكثر من جداول الناخبين. نعم. وضرب بعرض الحائط الاعتراض، لأنه كان في هذيك الوقت الاعتراض. نعم. الطعن من خلال مجلس النواب. نعم. فمجلس النواب يعني العملية مش دقيقة. لما يعني أنت يعني تتحدث أن أسباب عدم الرضا على المجالس منذ اليوم الأول هي لم تنتخب بسبب لم تنتخب هي أرقام كمبيوتر. أين صناديق الناس؟ كيف؟ صناديق الناس أين هي؟ ما في صناديق للناس. أنا أحكي لك واقع حال، وأنا عن تجربة. نعم. ما بحكي كلام هيك يعني. طب لماذا تشارك في الانتخابات أستاذ غازي بما أن هذه القناعة موجودة لديك؟ أنا قطعت الانتخابات بال 2013 لسبب ما جرى في 2010 و 2007. نعم. لكن سمعت حقيقة في هذه الدورة أن هناك ضمانات وهناك نوايا طيبة. نعم. وهناك خليني أقول ضمير ارتاح أنه. نعم. في نية لإجراء انتخابات حقيقية، لأنه أكثر من هيك تجاوز على الإرادة الشعبية ما راح يصير. يعني تم التجاوز عدم الرضا أستاذ غازي بعدم وجود إرادة شعبية فعلا هي من انتخبت الناس. خلينا نشوف الأستاذ صايل، ما فهمت عليك سؤال. يعني الناس لم تنتخب هؤلاء النواب، لم تنتخب، لذلك لا يوجد رضا عليهم منذ اليوم الأول. طبعا. أستاذ صايل، ما رأيك بما يقول أستاذ غازي؟ نعم يا سيدي العزيز، أنا يعني الحقيقة من الظلم أنه إحنا نعمل، وأنت من يعني خلطت النواب وشفت. نعم. أنا عملي مستشار مجلس. نعم. النواب. أنا يعني بقول أنه من الظلم أن نعمم الأداء على الكل. يعني. نعم. هناك في نواب أقوياء داخل القبة، وفي نواب
حسب معرفتهم والناخبين انتخبوهم ما كان يعرف بالتشريع أو بموضوع الرقابة يعني. لكن كلنا شاهدنا ورأينا بأنه في كثير من جيراننا بالدول العربية حسدنا على موضوع الديمقراطية داخل الأردن. نعم. وبالتالي يعني يجب أن نذكر يعني الإيجابيات. نعم. قبل السلبيات. وأنا يعني أقول بأنه أتفق مع أبو مشهور ببعض في جزء مما طرحه. نعم. يعني بموضوع الأداء وبموضوع الانتخابات. مجلسنا اللي هو مجلس النواب الحالي السابق واللي قبله واللي قبله. نعم. يعني نوعا ما يعني أقدر أقول إنه كان عندنا عرس ديمقراطي وكان في انتخابات. بعض الدول المجاورة مجلس النواب هو عبارة عن اسم. طيب أستاذ صايل، لماذا المواطن ينتقد ويجلد المجلس بعد هذا العرس؟ بعد كل عرس يتم جلد سيدي نتائج. احنا الأردنيين دائما فينا طبع لازم نجلد، عرفت؟ لازم يعني بكير في ناس ينتقد، يعني ام ان السبب هو في أخطاء. من رسبوا في الانتخابات يبدأون يجلدون في المجالس. اخوي محمد، هو في اخطاء عرفت. نعم. وحتى نكون احنا دولة ديمقراطية يعني لا بد ان نكون الا في اخطاء. نعم. ونرتقي بهذا العمل الديمقراطي شيئا فشيئا حتى يصبح. نعم. هناك في مجلس نواب قادر على حمل المسؤولية وقادر على أنه يحاسب الحكومة. أنا يعني أعترف بأنه كمواطن أردني. نعم. ولا أمثل أحد، أنا أعترف بأنه المجلس السابق توغلت الحكومة على المجلس، وبالتالي. نعم. فرضت بعض القرارات على مجلس النواب. كيف وشو الألية وكيف إحنا إلا النتائج. الناخب في بدو الوسط يميز بين النائب الذي قدم أداء جيدا من النائب الذي لم يؤدي أداء على أرض الواقع. نعم. الناخب في بدو الوسط هو ناخب واعي. نعم. ولديه من الثقافة العالية جدا، وإحنا تفاجأنا بجولاتنا بأنهم يناقشوك بأمور. نعم. حقيقة يمكن ما حدا يفهم فيها بدول متقدمة. جيد. ناخبنا في البادية هو دكتور، هو مهندس. نعم. ابن البادية أصبح الآن يعني في كل المجالات. نعم. يعمل في الدولة الأردنية وأصبح على وعي كامل. ناخبنا في بدو الوسط مثقف سياسيا، وبالتالي. جيد. إحنا لما نجلس معهم يعني تستغرب أنه بعض الكبار بالسن يشرح لك موضوع القوائم وفاهم كيف آلية. نعم. الانتخاب ويعرف هذا الكلام، ولذلك ناخبنا أنا أعتقد يعني واعي ويستطيع المحاسبة. نعم نعم واعي ويقيم. رأيك، هل الناخب الأردني والناخب في بدو الوسط هل يحاسب النائب على أدائه أم أن المحاسبة غائبة ويستطيع النائب أن يفعل ما يشاء ويعود للمجلس ويترشح مرة. نعم. ومرتين وثلاث؟ أنا يعني أتفق معك أنه بشكل عام الناخب. نعم. الأردني هو واعي، لكن عندما تغتصب إرادته فلا حول له ولا قوة في إيصال هل النواب. كان يحاسب النواب السابقين في المجالس التي عبرت عن إرادته؟ المحاسبة يا صديقي لما أحاسبك إذا أنت نتاج إفرازي، لكن. نعم. لما أحاسبك وأنت معين تعيين فلذلك لا راح تسأل عني ولا عن حسابي. يعني أنت مقتنع أن الخيارات ليست خيارات الناس كان. يا سيدي أنا مش مقتنع. أنا أؤكد ذلك. اسال اي واحد اسال يا سيدي مدراء اكثر من مدراء مخابرات. نعم. مدراء مخابرات قالوا جبنا وعيننا فلان وعيناك يا فلان واحدهم. نعم. في السجن الان يقول انا كان لي 87 عينت. نعم. 85 يعني اكذب نفسي او. نعم. اكذب كلامه واصدق هيك خيال؟ ما بصير الكلام. خلينا نحكي واقع. نعم. اخر مجالس النواب اللي كان فيها اداء له طعم اللي. نعم. هو المجلس الخامس عشر هو الرابع عشر. الرابع عشر، الرابع آخر عشر مجلس نيابي حقيقي. نعم. يعني ما بدي أقول آخر رجال محترمين كلهم محترمين. نعم. لكن آخر مجلس كان يمثل الإرادة الشعبية. ألم تخفق تلك المجالس. آه. في الأداء وهل كيف؟ حسبها الناس يعني بعض النواب كانوا يحاسبوهم وكانوا النواب يحسبوا حساب للناخبين. نعم. لكن المجلس الخامس عشر والسادس. نعم. عشر والسابع عشر كانوا يحسبوا حساب للكمبيوتر ما بيحسبوا حساب للناس. والدلالة على ما قلت لك يعني لما نائب في دائرة معينة يجيب 18,000. نعم. وطول عمر المنطقة ما تجيب أكثر من 3-4,000، منين يجوا 18,000؟ منين تجي 12,000؟ يا أخوان خلينا نحكي واقع. أخوي صايل له كل احترام وأعرف أنه هو تجربته في مجلس النواب كمستشار، لكن هذا لا يعني أنه يعرف يجوز كل شيء صار في بالعملية الانتخابية إلى أن وصل هو إله. نعم. بالنهاية المخرجات إله كمستشار في مجلس النواب مخرجات هذه العملية الديمقراطية. نعم. نعم إنه إحنا بالبلد. نعم. عايشين بأمان واستقرار. نعم. طبعا هذا لا هو بالعملية الديمقراطية
بقوة الأمن والدرك. هو لأنه جلالة الملك حكيم وحليم ورحيم، والشعب الأردني هو مسؤول يتحمل المسؤولية. خلينا فلذلك انسجمت هذه الإرادتين وفرزنا ديمقراطية، وأخرجنا الأردن من عنق السجاجة، وارتحنا من ما يعني أنقذنا الأردن مما يدور في الإقليم. أستاذ صايل، هل الناس لديهم قناعة كما هي القناعة لديك بالنسبة لصناديق الاقتراع، أم كما هي لدى القناعة لدى الأستاذ غازي؟ يا سيدي، في ناس عندهم قناعة مثلي، في ناس عند الأستاذ غازي نفس القناعة، لكن أنا بقول إنه الآن يعني الانتخابات الحالية تثبت بأنه الدولة الأردنية دولة قوية، تثبت بأنه في عندنا ديمقراطية، الإقليم ملتهب، جيراننا عندهم مشاكل وإحنا مطلعين، البقعة الأردنية اللي إحنا نعيش عليها رغم ظروفنا الصعبة الاقتصادية، لكن الآن إحنا بنعيش بعرس ديمقراطي وعندنا انتخابات بعشرين الشهر. هذا ندل على شيء، يدل على إنه هناك في دولة وهناك في مقومات دولة وفي أمن وأمان، والدولة الأردنية قادرة على أنها تجري انتخابات. في أخطاء، لكن إحنا يعني بلاش نظل نجلد الذات ونظلنا نتعدى يعني على الدولة. أنا متفائل ومتفائل بهذه الانتخابات. يا سيدي العزيز، بالمجلس 16 النواب بحكومة دولة فايز الطراونة رفع الأسعار والنواب احتجوا، وكانت إرادة الملك برسالة لجلالة الملك ونزل الأسعار، وهذا معروف. بإجازة الصايل، ما رأيك بأداء المجلس الأخير الذي أنت كنت مستشارا فيه؟ هل فعلا هو كان ذو نكهة سياسية أرضى الشارع الأردني أم أنه كان على غير ذلك؟ يا سيدي العزيز، المجلس السابق كان في نواب قادرين على التشريع، وكان في نواب أقوياء من حيث الفهم عملهم وطبيعة عملهم، قادرين على الرقابة. لكن أنا قلت لك في حكومة عبد الله نسور يعني للأمانة يعني توغلت الحكومة على مجلس النواب في بعض القرارات، لكن بشكل عام أعتقد إنه المجلس قام بدوره. يعني يبدو أن لدينا وجهتين نظر بخلاف مختلفتين عن أداء المجالس النيابية عن بني صخر، بين الإرادة الناخبين وبين الإرادة الكمبيوتر. مشاهدين الأعزاء، لمواصلة الحوار حول المحور الأخير حول الدعاية الانتخابية للقوائم، ابقوا معنا بعد الفاصل. أنا اسمي روتانا نبيل من جرش الأردن اليوم. عمر المهاري من محافظة طفيلة الأردن اليوم. أنا اسمي أحمد سعيد أحمد العفامنة من الأبد الأردن اليوم. حسان العوضي أبو علندا الأردن اليوم. ربا نادر حمد المصري في مدينة العقبة الأردن اليوم. أنا اسمي سامر حسن العيسى من إربد الأردن اليوم. أنا مهند صالح عمرين من إربد الأردن اليوم. اسمي لما ضرار من مدينة العقبة الأردن اليوم. حمزة غزال محافظة العقبة الأردن اليوم. محمد جمعة العثامنة إربد الأردن اليوم. أنا اسمي أنس العجلوني من إربد الأردن اليوم. دكتور مهندس محمد فوزي العجلوني من إربد قناة أردن اليوم. أهلا بكم مجددا في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا المساء مشاهدينا، مع ضيوفنا الكرام من بدو الوسط. ضيوفنا الكرام، اسمحوا لنا بداية قبل المحور الأخير أن نرى أو نسمع رأي الشارع. إن شاء الله أن يكون مجلس أفضل من السابق، ويكون فيه خدمات المواطنين للشعب، يخدم الشعب والمواطنين، يخدم الوطن بأفضل من السابق، وفي تطلعات وتطورات أفضل للوطن والشعب. الشعارات الانتخابية كلها زائفة، كلها زائفة. اليوم يعطوك الشعار، خلينا نقول مثلا احنا على العهد سايرون، وحنا ودنا رفعة المواطن، وحنا ودنا معيشة طيبة للمواطن، حنا ولنجت للصحيح بس ينتخب ويصير بالكرسي ونجي على باب داره تطلع علينا الخدامة بابا مشهور، وش يرفعوننا شعارات وروحوا يغلوا على الوطن هاي مصالح شخصية. يعني النائب بيدور على مصلحته الشخصية بس، مش بيدور على مصلحة وطن أو مواطن. لا، ما نشوفهم غير بياما على الانتخابات وغيرها ولا ما نشوف. أهلا بكم مشاهدين مجددا. ضيوفنا الكرام، هذا رأي الشارع. أستاذ غازي، ما رأيك برأي الشارع؟ طبعا هذا رأي الشارع حقيقي، رأي صحيح، كلام واقعي، كلام واقعي. أنا أحكي كلام واقعي عن الحالة. عن حالة النواب
بالفترات السابقة. على فكرة ضيوف الكرام، نحن نتحدث عن الحالة العامة. نعم. في هذه الجزئيات أنا ما أتحدث عن رأيي الشخصي، أنا نعم. رأيي الشخصي أعرف كيف أحكي عنه. نعم. لكن أنا أحكي بشكل عام وأحكي عن أداء مجلس النواب. نعم. يعني قبل شوية أخوي صايل يقول أنت معارض ويحكي لك، أنا مش قصة معارض أو مؤيد. نعم. أنا أحكي عن حديثنا يعني منحصر في أداء المجلس. نعم. المجالس السابقة بالضبط. وتغول الحكومات على المجالس، لو نعم. كانت المجالس قوية لن تستطيع الحكومة أن تتغول على مجلس. يعني أستاذ غازي ما سمعته نتيجة دخول المجالس النيابية في عباءة الحكومات باستمرار. ما هو لا، ما هو هي وليد الحكومة، واحد نعم. الحكومة تولده شو دي يطلع؟ ودي يطلع عاق والدين؟ ما يطلع عاق والدين. فلذلك هو راح يعبر عن رأي الحكومة وراح يستر عليها. ويا ما ستروا النواب السابقين، خلينا نكون صريحين، يا ما ستروا على قضايا فساد كبيرة ولفوها ولفلفوها وخلوها تروح في عالم النسيان. طيب خلينا نشوف رأي الأستاذ غازي. هذا مش قصة معارض أو مؤيد، مش قصة معارض، هذا هذا واقع حالي يحكيه المواطن العادي. نعم. أستاذ صايل رأي الشارع سمعته يعني حقيقي. انتقاد حاد لي. واقع نعم هذا رأي يعني الناس جزء من المجتمع، عرفت كيف؟ نعم. واللي تفضل فيه أبو مشهور صحيح، يعني ياما نعم. نواب تستروا على الحكومة صحيح، لكن ياما نواب عارضوا وقفوا نعم. للحكومة بالمرصاد. كم عددهم النواب الذين يعارضون الحكومة؟ طرحوا ملفات كبيرة جدا بالفساد. سصايل أنت نعم. متابع للمجلس، كم عدد النواب الذين يعارضون الأشياء أو المواضيع التي تطرحها الحكومة تمس جيوب المواطنين؟ يا سيدي أغلب النواب كانوا يعني حقيقة هم بالجانب الصحيح من ناخبيهم، لكن ما بتقدر تقول انه كم عددهم. كل قضيه لها ظروفها، يعني كان هناك جو معروف من هم المعارضين، كل ملف له ظروفه، كل ملف له ظروفه. يعني انا يعني معظم القضايا اللي كانت تمس الفساد وكذا اغلب المجلس كان يعني يصوت لصالح هذه القضيه. دبلوماسي استاذ صايل؟ لا ابدا، لا ابدا مش دبلوماسي. طيب استاذ صايل أبداً. الدعايه الانتخابيه، ساعود لك استاذ غازي. نعم. بس استاذ صايل الان نعم. الدعايه الانتخابيه يعني سمعت شعارات فضفاضة، احنا ما بنصدقهم، حكي فاضي. نعم. يعني ماذا تطرحون من شعارات حتى تستقطبون ثقة الناس؟ نعم يا سيدي العزيز، اسمح لي اني اشكر انا ناخبينا بدائرة بدل الوسط. نعم. احنا ناخبينا للأمانة نعم. على درجة عالية من الخلق، وحتى لما بده ينتقدك ينتقدك بطريقة مؤدبة جدا. مجاملات يعني؟ لا لا ما في مجاملات. يعني هل ندخل في إطار المجاملات النيابية أو الحراك الانتخابي؟ يعني الناخب ينتقدك لكن طريقته مؤدبة، لكن نعم. بعض الدوائر الأخرى مستعد الناخب أنه يمكن يتهجم على النائب. لكن ماذا تقدمون من شعارات حتى تستقطب الناخب في دائرة بدل الوسط؟ يا سيدي إحنا شعاراتنا واقعية. أنا سبق أني ذكرت أنه أنا يعني من شعارات اللي أنا بطرحها واللي أنا راح أتواصل مع نعم. جمهوري ومع الناس اللي انتخبوني إذا الله وفقنا ونجحنا بهذا المجلس القادم. نعم. راح يكون في كل قرية لو فترة من الزمن يوم. نعم. بدل ما يجون على مجلس النواب ويتحملوا العناء والسفر والمواصلات والأزمات وكذا، راح نداوم عندهم بكل قرية يعني بكل يوم. كما يحملون الشعار سأبقى على العهد معكم بعد النجاح، يعني نعم. إحنا وفاء يا سيدي، إحنا قائمتنا نعم. اسمها وفاء، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن ناخبينا، وإن شاء الله يكون الوفاء من طبعنا. نعم. وناخبينا يعني قلت لك هم على قدر واعي، طرحهم وانتقادهم يعني الحقيقة نعم. أنا بسجلهم كل الشكر والتقدير، لأنه طرح رائع جدا. ويمكن إحنا كبني صخر نعتز إنه إحنا من هذه القبيلة اللي هي كلها قيم وأخلاق، وإحنا تربينا وتعلمنا نعم. منهم هذه القيم وهذه الأخلاق. أستاذ غازي، الشعارات أنتم في دائرة بدو الوسط دائرة متسعة جدا بالنسبة للناخبين المنتشرين في المملكة، كيف تطرحون الشعارات؟ هل هناك شعارات لقائمة التغيير؟ يا سيدي أنا في شعار طرحته من 97. نعم. هو النائب خادم أمة وليس سيد قبيلة. نعم. يعني النيابة مين شيوخية؟ مين شيوخية؟ يعني نعم. النائب خادم نعم. بده يخدم الناس، والحمد لله ما بدي أصير أطرح شعارات جديدة، لكن نعم. الناس يعرفوني هل أنا خدمت أو ما أخدم، هل أنا أتابع نعم. قضاياهم أو لا. لكن أنا في موضوع مهم جدا بدي أتطرق إله، أتحدث فيه أخوي صايل حتى ما تمر الحلقة ويظل في نوع من الضبابية. يعني أخوي متفائل بالمجلس، مش متفائل يعني يجمل المجلس السابق. وبنفس الوقت في تناقض بالحديث، مع كل الاحترام لأخوي. يعني لما يقول المجلس ديمقراطي والمجلس فينا، أنا ما بحكي عن عدد 10 ولا 15 ولا 20 نائب محترمين في المجلس وأقوياء، أنا أحكي على حكم المجلس نعم نتحدث عن مجلس النواب كوحدة واحدة. نعم. الأغلبية في مجلس النواب ضعيفة.
نعم. فلذلك لو أي واحد من الأقلية في المجلس يطرح أي موضوع يهم الوطن والمواطن لن يرى النور، لن يرى النور، لأنه بالنهاية أنت في حضن الأغلبية. نعم. الأغلبية دائما، الأغلبية دائما تفشل عمل المجلس في في المجالس السابقة. نعم. وأنت مستشار وتدرك ذلك. نعم. أنت ذكرت في كلامك تقول الحكومة تتغول على المجلس. نعم. حكيتها ولا لا؟ نعم. تتغول. نعم. هذا الاعتراف منك انه الحكومه تتغول، خلينا نكمل، خلينا لا لا ما خلينا عند، خلينا نكمل الفكره، راح ارجع لك صاير. الحكومه تتغول مش بكل شيء، تغولت قلت تغول. في بعض الاشياء طيب تتغولت في بعض الامور اللي طغت فيها على طيب على لو المجلس. كان هناك لو نعم. كان هناك مجلس قوي وفي اغلبيه قويه لا تستطيع ولن نعم. تستطيع صحيح. الحكومه نعم. ان تقدم على التغول على المجلس. نعم. التغول معناته تمادت في عملية، تمادت نعم. في غية، خليني أحكي يعني التغول علي يعتبر ضعف في مجلس النواب؟ ضعف يعتبر طبعا ضعف. أنا قلت في بعض الأشياء، لا تقول في بعض، في بعض لا يا سيدي، المجلس كمجلس يا سيدي، لا لا نعم. لا لا يا سيدي، كل يوم إحنا في عندنا بالمجلس برنامج، أنت كنت نائب نعم. وتعرف هذا الكلام، كان نعم. كان برنامج يعني، وشو اليوم تحت نعم. القبة راح يطرح في بعض القوانين اللي كانت تطرح، في بعض الأمور التي كانت نعم. تطرح لم تتغول الحكومة، لكن في نعم. بعض الأمور تغولت، وخلينا نعترف يعني يا سيدي فيه، أنا قلت لك فيه القوي، لكن القوي لا يسمع، لا يسمع لأحد يتغول عليه، لكن أنا بدي أرد نعم. عليك بسؤال على ما تفضلت به وجاوبني. تفضل أستاذ. في 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 وطننا العربي اذكر لي مجلس يعني قوي مثل يعني احنا خلينا نتعلم منه، اذكر لي مجلس. انا اذكر، انا اذكر نعم. لك نعم. انا لا اقارن نفسي بالضعيف نعم. انا اقارن نفسي بالقوي نعم. قارن بالقوي. أنا لا، انا مجلس قوي، انا في في مجالس. طيب استاذ غازي نعم. يعني هل المجالس او المجلس الذي كنت فيه فعلا مجلس قوي؟ كان افضل مما يكون، افضل من الحالي، يعني انا احكي لك ال 89 ال 89 كان المجلس، المجلس بال 89 هل ارضيت الناس عندما كنت نائبا؟ يعني كأداء أرضى الناس غاية بصراحة. لا تدرك، لا غاية لا تدرك، لكن أنا أرضيت جزء، وأنا من نعم. أنا من النواب الأوائل نعم. في دائرة بدر الوسط أن يحج الذين حجبوا الثقة عن الحكومة نعم. لم يحجب ثقة عن الحكومة بتاريخ المجلس قبل ما أقدمت أنا، يعني جميع نواب بدر الوسط كانوا يعطون الثقة، يمنحون الثقة، وأنت من حجبها؟ نعم, نعم. هذا بال 97 هذه واضحة نعم. فمن يحجب الثقة عن حكومة بحجب حكومة عبد السلام المجالي اللي وقعت على معاهدة السلام في آنذاك نعم. يعني أعتقد أنه ما مش نائب ضعيف نعم نعم. فيعني خليني أحكي، خليني أمدح حالي شوية بهال خلينا نمدحك، اتركني أنا، خلينا نعم. يعني للأمانة يعني خليه هو يمدحك، خلينا أحكي نعم للأمانة نعم. نوابنا بشكل عام يعني نواب بني صخر نعم. قدموا سواء خدمات أو تحت القبة من رقابة ومن تشريع قدموا، لكن قبل شوية أبو مشهور قال لي إنه يعني أنت تعترف ونقضت نعم. كلامك أن هناك تنافر. الآن الآن بالمجلس اللي هو كان فيه يقول في بعض الأمور هو نفس نعم. طرحي، يعني هو يقول لك أرضيت في جانب وفي جانب يعني لم أرضي نعم. فيه ناخبيني. هذا الكلام يا أخوان لا نستطيع أن نعمم كل نعم. قضية طبعاً لها التعليم ظروفها، لا يجوز صحيح. كل ملف له ظروفه. طيب أستاذ غازي أعود لك، الدعاية الانتخابية كيف تتعاملون معها في دائرة بدو الوسط، هذه الدائرة اللي ناخبينها منتشرين في كل الأردن؟ والله دائرة في يافطات، في صور، في شعارات. طبعا لابد، لابد دائرة بدر الوسط يعني لا تحتاج إلى الدعاية الانتخابية كما هي في عمان أو نعم. الزرقاء، لأنه عارفين عيالهم وعارفين أبنائهم نعم. واحد من لما شو الطريقة اللي تتواصل فيها؟ التواصل، التواصل المباشر نعم. ولعلمك يعني يجوز يشاركني الرأي أخوي صايل، اسال اي واحد منا يا مرشحين يسال عنه بإربد او بالمحرق يقول لك والله هذا فلان عمل كذا نعم. واشتغل كذا واخفق كذا صحيح. واجاد في اليوم الفلاني نعم. فاحنا دائرتنا كلنا اهل ومتحابين نعم. ونعرف دقائق الامور عن بعض جميل. فلذلك الدعايه الانتخابيه ما نعم. راح نتغلب فيها نعم. 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 الدعايه الانتخابيه انتم في قائمه الوفاء نعم. يعني تصرون على الزيارات البيتيه ام هناك تعامل ايضا بوسائل التواصل الاجتماعي مع الشباب مثلا فئه الشباب، هل تكتفون فقط في الزيارات لهم؟ يا سيدي الدورة الحالية اللي جاية هاي علينا والمجلس القادم نعم. اختلف بشيء، انه وقت مواقع التواصل الاجتماعي نعم. حقيقة ظهر شيء جديد يعني عند الناخبين نعم. من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال بعض المنشورات التي تطرح على نعم. مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعليقات، ايضا التعرف على الاشخاص من خلال طبعا صورهم وبعض نعم. البرامج اللي لهم. يعني تستخدمون هذه الوسائل في الدائرة بكثره عند دائره بدو الوسط بكثره نعم. اكثر من موضوع الاعلانات المدفوعه الثمن نعم. بمواقع داخل الباديه خدموا المرشحين فيها شباب ما لهم هدف مادي، عرفت جميل. جميل. فطرحونا يعني ووصلونا لكل ناخبينا بطريقه
جميلة جدا. نعم. بالنسبة بالنسبة السؤال اللي أجاوبك عليه بس عشان ما نطلع منه، ما في منا مرشح ما عمل دعاية انتخابية بطريقة، نعم. لكن إحنا مثل ما حكى أبو مشهور نختلف لأنه كلنا معروفين، نعم. فاختصرت على دائرتنا من حيث الصور وبعض اليافطات، نعم. اللي تعلقت وبعض الأمور اللي انكتبت، نعم. هذا هاي أغلب الدعاية. نعم. غازي، أنت وكتلتك أو قائمتك تتعاملون بالسوشيال ميديا؟ أكيد، يعني هناك خطاب وحوار طبعا. ويوجد طبعا. على الفيسبوك حوار مع الناخبين؟ نعم، في حوار من خلال الفيسبوك، من خلال الزيارات، من خلال البيان الانتخابي الموزع، نعم. لكل الناس، يعني بكل الوسائل، يعني نعم. مش معقول انه مرشح ما يستعمل كل الوسائل، نعم. لايصال صوته، يعني جميل رأيه. هناك وعي، نعم. لدى المرشحين، نعم. باستخدام، نعم. وسائل حديثه. وللأمانة احنا لا نستطيع، يجوز لا انا ولا اخوي صايل ولا حتى كل المرشحين ان نزور كل الناخبين في مناطقهم، نعم. انه نعمل اجتماعات، خليني اقول عامه، اجتماعات خاصه، زيارات بيتيه لبعض، نعم. الشخصيات اللي ما يقدر يصل يحضر مثلا اللقاءات، نعم. صحيح انه نروح لكن ما نلحق، فلذلك نعتمد على الدعاية في بعض. طب بناء على هذا الحديث، نعم. نسبة المشاركة كيف تتوقعها أستاذ غازي؟ أتوقع راح تكون أعلى نسبة بالمملكة، أعلى نسبة في دائرة بدو الوسط، نعم. لأنه التفاعل، يعني أنا مطمئن أنه تفاعل، نعم. الناس مع العملية الديمقراطية أو خليني أقول الاستحقاق الدستوري بالنسبة للانتخابات، التفاعل، نعم. الجماهيري جيد، يعني موجود، جيد، يوجد تفاعل، نعم. أكثر من العاصمة، أكثر من العاصمة وأكثر من المدن، نعم. جميل. سصايل، كيف ترى نسبة المشاركة التي ستكون في 2009؟ يا سيدي أنا نفس رأي أبو مشهور، راح تكون المشاركة عالية جدا، والسبب في ذلك إنه إحنا عندنا 46 مرشح، يعني كثرة المرشحين، كثرة المرشحين من أغلب عشائر بني صخر، نعم. يترشحوا، ولذلك يعني كل واحد أصبح معني بهذه الانتخابات، نعم. يعني هناك نسبة مشاركة، نعم. في الانتخابات المقبلة في بدو الوسط، هكذا نتوقع، يعني نعم. نأمل أن تكون نسبة المشاركة عالية، ونأمل أن نراكم في مجلس النواب. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا توجيه الشكر إلى الأستاذ غازي أبو جنيب الفايز من قائمة التغيير، والأستاذ صايل الجبور من قائمة الوفاء. كل الشكر لكم، شكرا. ضيوفنا الكرام، شكرا. مشاهدينا، إلى هنا ننتهي من هذه الحلقة، إلى حلقة قادمة، كونوا معنا إن شاء الله.